السلام عليكم، مساكم الله بالخير. من الطبيعي جدا في النفس البشرية أنها تريد أن تعرف مكانتها وقدرها عند من تحب، فأحيانا يصدر منك تصرف أو فعل تريد من خلاله أن تعرف ما هي مكانتك وقدرك عند هذا الشخص الذي تحبه. وهذا الأمر فطري بشري موجود عند جميع الناس، وأذكر لكم هذا الحديث الذي يدل على هذا الفعل. في البخاري ومسلم، عمرو بن العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ أو أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة رضي الله عنها. قال: لا، من الرجال. قال: أبوها، أبو بكر رضي الله عنه. قال: ثم من؟ قال: عمر. ثم من؟ عثمان. فعد رجالا. قال عمرو بن العاص: فسكت خشية أن أكون في آخرهم. الذي دفع عمرو بن العاص إلى هذا التصرف يريد أن يعرف مكانته عند أحب الناس إلى قلبه محمد صلى الله عليه وسلم. ولعلي أختصرها في نقطتين تجعلك عظيم القدر والمكانة عند من هم حولك من الناس. الأمر الأول استغناؤك عما في أيديهم، بقدر حاجتك إلى الناس ينقص قدرك عندهم. هكذا جرت عادة البشر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في عند ابن ماجه عن سهل بن سعد أن رجلا قال: يا رسول الله، دلني على عمل إن أنا عملته أحبني فيه الله وأحبني فيه الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. إذا زهدت فيما عند الناس وما وراءهم من الحاجات كنت عظيم القدر عندهم. وإذا كنت لحوحا ثقيلا في طلباتك تعرض حاجتك عليهم ينقص قدرك بقدر حاجتك التي طلبتها منهم. الأمر الثاني، لا تكن ثقيلا في إظهار مشاعر الاهتمام تجاه من تحب، خلك خفيف ظل. يعني باختصار، لا تتسول الاهتمام والقدر عند الناس، قدم المعاملة الطيبة والفعل الكريم، فإن قابلك الناس بخير فحي هلا، وإن قابلوك بغير ذلك فما عند الله خير وأبقى. سلامتك.